أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سأقدم لكم أهم المناولات أو الأشياء التي يجب أن تقوموا بها بعد تثبيت أوبونتو، سواء في نسخته الحالية 12.04 أو في نسخته القادمة 12.10. التعرف على هذه المناولات سيساعدكم على البدء باستعمال أوبونتو وعموما باستعمال أنظمة لينكس، وسيسهل أو سيوفر وقت البحث عن أسئلة يعتبرها البعض مشاكل شائعة للمبتدئين على لينكس، في حين أنها فقط تحتاج لبعض المناولات العادية على لينكس. إذن أنت الآن ثبتت أوبونتو وتريد البدء باستعماله. أول شيء يجب عليك القيام به هو أن تتعرف على النظام الخاص بك. هناك اختلاف بين أنظمة لينكس وأنظمة الويندوز. في لينكس يجب أن تعامل لينكس كأنه لينكس. إذن أول شيء تبدأ بالتعرف على نظامك، كيف هي بنية الملفات، كيف هي التعامل مع البرامج والإعدادات. إذن في هذه النقطة لن أدخل في التفاصيل، بل سأنصحكم بمشاهدة درس موجود في المجمع. تدخلون إلى نظم التشغيل دورة لينكس، وهنا ستجدون درس مصور فيديو أيضا صوت وصورة بعنوان الدليل السريع للمبتدئين، أوبونتو 12.04 الدليل السريع للمبتدئين. إذن هذا أول درس عليكم مشاهدته للتعرف على توزيعات أوبونتو. طيب، بعد ذلك ستحتاج لاستماع للمرئيات الصوتيات الموجودة على جهازك، ستحتاج أيضا لتصفح الأنترنت، مشاهدة فيديوهات عليه وما إلى ذلك. جميع أو أغلب مستخدمي الحواسيب الحاليين يستخدمون الأنترنت بصفة كبيرة، لذلك ستحتاج لتثبيت ما يسمى بالكوديكات المقيدة أو ذات التراخيص المقيدة. يكون لك إمكانية اختيار تثبيتها حين تقوم بتثبيت أوبونتو، لكن في حال لم تقم باختيار أو بتفعيل ذاك الخيار يمكنك دائما بعد تثبيت أوبونتو تثبيتها. تثبيت هذه الكوديكات يكون عن طريق الدخول لمركز برمجية أوبونتو وتبحث عن أوبونتو Restricted Extra، فتظهر لك هذه النتائج إضافيات أوبونتو المقيدة. تقوم بتثبيتها، يكون هنا زر التثبيت، ثبت هذه الكوديكات. ندخل للمزيد من المعلومات لنلاحظ بعض المعلومات عنها. هذه الكوديكات خاصة مثلا لاستماع لملفات MP3، خاصة لتثبيت كوديكات جافا فلاش على المتصفحات، خاصة لمشاهدة جميع صيغات الفيديو واستماع لجميع صيغات الصوتيات على نظامك. إذا بعد تثبيت هذه الكوديكات ستكون لك إمكانية الاستماع لجميع أنواع الصوتيات ومشاهدة جميع أنواع الفيديوهات في نظامك أيضا على المتصفحات. طيب، انتهيت من هذه النقطة، ستمر لجزء آخر، هو أنك كعربي أو كشخص يستخدم أو يريد أو ينطق باللغة العربية، بما أنك تشاهد هذا الفيديو وهو باللغة العربية، ستحتاج ليكون نظامك داعم للغة العربية. هنا لدينا شقين، دعم من حيث الكتابة ودعم أيضا من حيث التعريب كاملا. في هذه النقطة أيضا لن أدخل في تفاصيل، لكن سأريكم كيف يتعمل هذه عملية الدعم بالنسبة للغة العربية. ندخل على إعدادات النظام، سأعطي فقط نظرة عامة. من دعم اللغات يمكن تعريب أوبونتو، يمكن إضافة اللغة العربية. طيب، من تخطيط لوحة المفاتيح يمكن إضافة اللغة العربية كلغة كتابة مثلا، تظهر هنا لدي اللغة العربية، يمكن أكتب باللغة العربية. تفاصيل هذه الأشياء أيضا تفاصيل حل بعض المشاكل المتعلقة باللغة العربية تجدونها في المجمع، لدي دورة كاملة عنها في نظم التشغيل لينكس واللغة العربية. ستجدون دروس خاصة بكيفية إضافة اللغة العربية للوحة المفاتيح، كيفية تعريب أوبونتو، كيفية حل مشاكل الترجمة، تحسين الخطوط، تثبيت الخطوط. هناك دروس كافية لحل جميع مشاكل اللغة العربية وإظهارها بأبهى حلة وأحسن جودة في أنظمة لينكس وأوبونتو بصفة خاصة. سأضع روابط لهذه الدورة في الوصف الخاص بهذا الفيديو على اليوتيوب وأسفل الفيديو في الدرس على المجمع. طيب، بعد اللغة ستحتاج أو ستريد تغيير مظهر النظام الخاص بك. يمكنك أيضا في توزيعات لينكس أوبونتو هنا بصفة خاصة التحكم في المظهر بصفة لنقل مفصلة.
هناك إعدادات بيئية بالنسبة للمظهر، تدخل لإعدادات النظام، هنا لدينا المظهر، يمكنك أن تختار خلفية خاصة بك، يمكنك أن تغير بعض السمات البدئية. لكن هناك إمكانيات أكثر ستجدونها أيضا هنا، سأعطي رابط في وصف الفيديو على اليوتيوب. هنا دورة خاصة بجماليات لينكس، يمكنك من خلالها تغيير مظهر أوبونتو بصفة كاملة، إضافة جماليات له مثلا كعارضة الشريط السفلي هنا، والتحكم في العديد من الأشياء الخاصة بالمظهر. إذن سأضع رابط لدورة جماليات لينكس، يمكنكم مشاهدة الفيديوهات أو المواضيع التي تريدون منها. طيب مثلا تلاحظون أن المظهر الخاص بأوبونتو، يعني التوزيع التي أستخدم، مختلف عن المظهر الافتراضي. أيقونات مشخصة، سمة مشخصة، خلفية مشخصة. إذن الكثير من الإعدادات قمت بتغييرها من حيث المظهر. طيب الآن انتهينا من هذه النقطة، نصل لنقطة أخرى يمكن أن تكون هي الأخيرة في هذا الدرس، هي نقطة البرامج. من ينتقل لأنظمة لينكس يشتكي من خلال البرامج، والحقيقة أن تلك الشكوى بسبب أن هناك عادة لاستخدام برامج معينة على ويندوز، فينتقل للينكس يبحث عن تلك البرامج لا يجدها، فيقول لينكس لا يدعم برامج كثيرة. هذا نوعا ما خطأ شائع في بعض المجالات، هناك نسبة من الصحة فيه خصوصا في الألعاب، لكن الآن سأركز على البرامج بصفة عامة. سأعطيكم لائحة للبرامج ستجدونها في المجمع، تنتقلون أيضا لمكتبة البرامج، هنا لدي جزء أو فئة خاصة تسمى ببرامج لينكس، فيها ستجدون لائحة لأهم برامج لينكس مصنفة على حسب فئاتها على هذا الشكل. مثلا تريد برامج خاصة بمتصفحات الانترنت، تضغط عليها فتنتقل لمتصفحات الانترنت، تجد البرامج التي تعودت على استعمالها في الويندوز لتأخذ فكرة، والبرامج المقابلة أو التي تجدها على أوبونتو ولينكس بصفة عامة. مثلا في متصفحات الانترنت أنت تعودت على استخدام فايرفوكس، كروم، انترنت اكسبلورر، اوبرا، سفاري أو ما إلى ذلك مثلا على الويندوز أو الماك. في أوبونتو تجد متصفحات عديدة، يمكن أكثر من الويندوز، تجد فايرفوكس، تجد كروميوم، تجد جوجل كروم، تجد أوبرا، تجد كونكرر، تجد ميدوري، تجد العديد من المتصفحات. إذن في هذا الموضوع تتعرف على البرامج المدعومة من طرف لينكس، كيفية التعامل معها، كيفية تثبيتها أيضا تجدها في هذا الدرس. لكن بصفة مختصرة، حين تجد برنامج تريد تجربته تدخل على مركز برمجيات أوبونتو، مثلا تريد تثبيت كروميوم، فتعود لكل البرمجيات هنا في الصفحة الرئيسية، تبحث عن البرنامج كروميوم، فتجد تظهر لكم النتائج وتظهر لكم علامات التثبيت، فتقوم بتثبيته ببساطة. هكذا يمكن التعامل مع البرامج في أوبونتو. هناك خاصيات أو هناك أشياء أخرى لمن ليس له اتصال بالإنترنت، لكن هذه تفاصيل أعتقد أن الأغلبية الآن له اتصال بالإنترنت ويمكنه التعامل مع البرامج كما شرحت في هذا الدرس. إذن هناك برامج عديدة، لكن هناك شيء آخر، وأن هناك برامج لها لنقل جودة أكثر، لها ميزات أكثر، لها فعالية أكثر، يمكنكم أن تجربوها بدل الانتقال من تجريب برنامج إلى آخر. أنا قدمت موضوع ستجدونه أيضا في المجمع، يمكنكم البحث عنه بعنوان أهم البرامج التي يجب أن تثبت للاستمتاع بلينكس، ستجدونه في اليوتيوب في دروس أو لينكس، برامج لينكس المميزة، وستجدون هذا الدرس أهم البرامج التي يجب أن تثبت للاستمتاع بلينكس. في برامج اخترتها من هذه القائمة هنا أستعملها بكثرة، وأعتقد أن لها جودة أكثر من البرامج الأخرى، ستجعل تجربتكم في استعمال لينكس أكثر متعة. إذن تعرفنا على بعض الأشياء التي يمكن القيام بها
للبدء باستعمال لينكس، بالأخص توزيعات أوبونتو، بسهولة والانطلاق في التعرف على أشياء أخرى في عالم لينكس. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أفادكم، ودروس أخرى تجدونها في المجمع. كما قلت في هذا الدرس أشرت أو كانت هناك نصائح لمشاهدة دروس أخرى، سأضع روابط لها فيمكنكم مشاهدتها للتعرف على تعرف أكثر على لينكس وتوزيعاته. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.